والسلام على أشرف المرسلين. بداية سيد مدير، هذا شرف وفخر لي أن ألقي هذه الكلمة في هذا الصرح العلمي الذي نهلت من ينابيعه، وأنا جد ممتن لأساتذته وأطقمه الإدارية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد وزير منتدب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد مدير المعهد الملكي للمعهد العالي للإعلام والاتصال، السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد رئيس الجمعية الدولية للصحافة الرياضية، السيد رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، سيدات والسادة رؤساء الجامعات الرياضية، سيدات والسادة الصحفيون في المجال الرياضي. بداية، إن هنا من دواعي الغبطة والحبور أن ننتقل اليوم في فعاليات المنتدى الوطني الأول للإعلام الرياضي المنظم من قبل المعهد العالي للإعلام والاتصال والجمعية المغربية للصحافة الرياضية. وهي في هذا الصدد أشكر اللجنة المنظمة على هذه المبادرة المتميزة والمتفردة، وعلى الاختيار الموفق لموضوع المنتدى، أي رهانات الإعلام الرياضي الوطني في أفق استحقاقات 2030. أيها الحضور الكريم، لقد زف لنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خبر اعتماد المكتب التنفيذي للفيفا بالإجماع على الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم فعاليات كأس العالم 2030 لكرة القدم، وهو ما يجسد الاعتراف الدولي والقاري للمكانة الخاصة والمتميزة للمغربي على الصعيد العالمي، علما أن هذا الاختيار يحمل في طياته مجموعة من الدلالات التي تبرز الخصوصية التي يتميز بها بلدنا كبلد إفريقي وكبلد للتسامح والتعايش. وهذا التنظيم المشترك هو خطوة كبيرة في تاريخ الإنسانية بالمشاركة الفعالية في مشروع حضاري متميز وثقافي عابر للقارات، عنوانه الاحتفال بمئوية تنظيم أول كأس العالم في الأكثر شعبية في التاريخ. كما ساهمت الإنجازات التي حققتها الرياضة الوطنية وخاصة كرة القدم سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية الوطنية في إبراز مدى شغف المغاربة بكرة القدم، علما أن هذه النهضة الرياضية تهم حاليا جميع الأنواع الرياضية. أيتها السيدات والسادة، غني عن التذكير بأن الرياضة في الوقت الحاضر قد تجاوزت الأدوار التقليدية المنوطة بها كالترفيه وتمضية الوقت، بل أصبحت حاضرة في البرامج التنموية وفي المخططات التربوية وفي المشاريع الاقتصادية، وبدأ ينظر إليها كأحد آليات إدماج وتنشئة المجتمع وتنشئة الشباب وجعله مواطنا صالحا منخرطا بكل تفاؤل في المشاريع التنموية للمجتمع. وهذا ما أكد عليه جلالته في رسالة موجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة في أكتوبر 2008، عندما قال: لقد أصبحت الممارسة الرياضية في عصرنا حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها لتشمل كافة الشرائح المجتمع ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية والاندماج والتلاحم الاجتماعي. انتهى كلام صاحب الجلالة. إلا أنه في الوقت الحاضر تواجه المنظومة الرياضية إكراهات وتحديات مرتبطة بضرورة النهوض بالمهام التقليدية والمتجددة، وعلى وجه الخصوص تأكيد حق المواطن في ممارسة الرياضة وخلق ديناميكية رياضية محليا ووطنيا وتمثيل مشرف للبلاد في المحافل الرياضية القارية والدولية، علما أن تدبير النوع الرياضي لا يزيد إلا تعقيدا وتكلفة. فالرياضة كبناء اجتماعي في تغير مستمر بفعل ترقبات ورهانات وتحولات جذرية للمحيط العام وطنيا ودوليا. وبالتالي فالمنظومة الرياضية وحتى مؤسسات الإعلام الرياضي مدعوة لاكتساب سلوكيات جديدة من ضمنها القدرة على التنبؤ
والاستباقية والاستجابة الفورية لخلق منتجات وتقديم خدمات بديلة مع الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والقدرة على التأقلم مع التحولات العميقة التي سيعرفها المغرب رياضيا في المستقبل القريب. أيتها السيدات والسادة، غير خاف عليكم الدور الطلائعي الذي تلعبه وسائل الإعلام على مستوى الإخبار والترفيه والتوعية والتأثير على الرأي العام وتعطية كرة الشرائح المجتمعية المهتمة بالحدث الرياضي، إذ نعتبرها طرفا أساسيا في صناعة الحدث الرياضي والقرار السياسي بالارتباط بالحقل الرياضي. وهذا الدور لم يزد إلا ترسخا مع توسع نطاق التكنولوجيا الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي، مما جعل المواطن الرياضي حيال عالم مفتوح دون قيود ظاهرة. ويجب أن نفتخر ونعتز بوجود صحافة رياضية تتبنى مقاربات موضوعية ومتوازنة للواقع المرصود والدقة، وتستند على الحقائق التي يمكن التحقق منها والمعلومات المؤيدة. كما يجب أن نشيد بكتابات صحفية تنم عن دراية حقيقية بالمجال الرياضي، تواكب سياسات ومؤسسات الدولة في العمل الدؤوب على إشاعة الروح الرياضية وتجنب كل تجاوزاتها، وعلى كل خصوص البحث التعصب والفساد والعنصرية والمنشطات. أيها الحضور الكريم، إن تراكم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الحقل الرياضي بصفة عامة، بل أن بالإنجاز الفريد والمتميز للمنتخب الوطني بالوصول لأول مرة كبلد عربي إفريقي لنصف نهاية كأس العالم بقطر، هو تألق وحصول المغرب على شرف احتضان كأس العالم 2030، قد خلق حالات من الفرح والحبور بين كافة الأوساط الشعبية الرياضية وشحنة مضاعفة من الوطنية، وفي نفس الوقت أحيا نقاشا حادا وجادا حول الكيفية والسبل لاستغلال أفضل لهذا التميز لتطوير المنظومة الرياضية بالمغرب، وكذا عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والثقافية. وبالتالي فإننا اليوم في لحظة مفصلية تستدعي منا تقعيد أسس صلبة استراتيجية طموحة ومندمجة وشمولية، وهذا يمر جزالا عبر التوفر على رؤية واضحة ومتقاسمة تنطلق من تثمين وتوظيف أمثل لإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة في مجال إعلام الرياضي، وتستشرف آفاقا أفضل لمستقبل الرياضة لتكون أداة في خدمة التنمية المستدامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم.